بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنشرح مادة التخطيط الهيكلي لبرامج الحاسب 2، وهناخد النهاردة الكتاب كله بيتكلم عن لغة الباسكال. النهاردة هناخد أساسيات لغة الباسكال. تعال نستعرض هذه الأساسيات. نستعرض أساسيات لغة الباسكال. لازم الأول نعرف يعني إيه كلمة برنامج. يبقى لازم في بداية نعرف يعني ايه كلمة برنامج. يبقى البرنامج هو مجموعة من الأوامر التي تسمى بالأكواد المصدرية. يقوم بعد ذلك المبرمج بتحويل هذه الأكواد إلى برنامج تنفيذي. يبقى هي مجموعة من الأكواد. الأكواد دي بيحولها إلى برنامج. البرنامج دوت عشان أحول الأكواد لبرنامج بستخدم طريقتين. أول طريقة في التحويل الأكواد هي طريقة الكومبيلر، حيث تقوم بقراءة الأكواد المصدرية وتحويلها إلى سطر يلي سطر آخر، وبالتالي تحويل هذه الأسطر إلى مجموعة من الإجراءات، والإجراءات هي المكونة للبرنامج التنفيذي. يبقى التاني تقوم بقراءة الأكواد المصدرية وتحويلها سطر يلي سطر آخر، وهذه الأسطر كلها على بعضها بحولها إلى مجموعة من الإجراءات. هذه الإجراءات هي البرنامج التنفيذي. الطريقة الثانية هي طريقة الإنتربرتر. هي طريقة من طرق تحويل الأكواد المصدرية إلى برنامج تنفيذي. بعد كده ننتقل إلى لغة مكونات لغة الباسكال. أي لغة في الدنيا لها مجموعة من المكونات. لغة الباسكال تتكون من 11 مكون، يعني أو من 11 عنصر. هذه العناصر على الترتيب هي مجموعة الرموز، تاني عنصر مجموعة الكلمات المحفوظة، التالت مجموعة المعرفات، الرابع أنواع الأعداد اللي بتستخدمها لغة الباسكال، الخامس إيه هي أنواع البيانات اللي بتستخدمها لغة الباسكال، ما هي الثوابت اللي بتستخدم داخل لغة الباسكال، السابع المتغيرات، الثامن التعبيرات، والتاسع العبارات، والعاشر الإجراءات والدوال، والحداشر السلاسل. نيجي لأول مكون، مجموعة الرموز. لغة الباسكال بتتكون من مجموعة من الرموز. ممكن اختصارها في 3 حاجات. الرموز دي إما تتكون من حروف أو أرقام أو رموز خاصة. نيجي لأول حاجة الحروف. الحروف اللي في مجموعة الرموز هي الحروف اللي لازم تكتب باللغة الإنجليزية من A to Z، سواء كانت سمول لتر حروف صغيرة أو كابيتال لتر حروف كبيرة. يبقى أول مكون من مجموعة الرموز هي الحروف. الحروف دي لازم تكون باللغة الإنجليزية من A to Z، سواء ما فيش مشكلة إذا كان ممكن تستخدم حروف صغيرة أو حروف كبيرة. الحاجة الثانية في مجموعة الرموز هي مجموعة الأرقام اللي أنا هستخدمها. بالأرقام تبدأ من 0 لـ9. يبقى الأرقام في لغة الباسكال زي أي لغة في لغات البرمجة بتبدأ من 0 لكام؟ لـ9. يبقى بتستخدم الأرقام من 0 لـ9 أو من 0 لـ9. تالت حاجة بتستخدمها في الرموز مجموعة الرموز الخاصة. زي ايه مجموعة الرموز الخاصة؟ لو احتاجنا الجمع، لو احتاجنا لعمليات الطرح، لو احتاجنا لعمليات الضرب، لو احتاجنا لعمليات القسمة والمسافة والفصل، كل ده بتستخدمها كمجموعة من الرموز الخاصة. والرموز الخاصة الجمع علامة الزائد عادية، الطرح علامة الناقص عادية، الضرب هنا علامة النجم أو الستار، والقسمة السلاش العلامة الميل. خلاص، نيجي للمكون التاني هي مجموعة الكلمات المحفوظة. لغة الباسكال بتحتوي على بعض الكلمات يمكن استخدامها في تصميم اللغة. يبقى لغة الباسكال بتستخدم مجموعة من الكلمات. الكلمات المحفوظة هي بتقول على كلمات محفوظة. يعني ايه كلمات محفوظة؟ يعني هي بتحجزها لمعنى، بتستخدم لمعنى معين، مش ممكن تغييرها او اعادة تعريفها بواسطة المستخدم. يعني ايه الكلام ده؟
يعني انا حجزت كلمه معينه تدل على معنى معين، يعني حجزت كلمه اند لمعنى و، يبقى هستخدم كلمه اند على طول للمعنى ده على طول، تمام. فمثلا الاشاره المجرة بستخدمها او بتعني الجمع، ولا يمكن استخدامها لتفسير اي عمليه اخرى، يبقى مفيش اي مستخدم يقدر يستخدم علامه الزائد ديت لتفسير عمليه اخرى، هي الجمع جمع. علامه الناقص برضو علامه للايه، للطرح. علامه السلاش ممكن استخدمها للاسم وما فيش استخدام اخر غير الايه، الاسم. وهذا لا يعني ان جميع مستخدمي لغه الباسكال يستخدمون الكلمات باستخدام واحد فقط، ممكن يستخدمها باكثر من استخدام ولا يتغير المعنى من مستخدم ايه لاخر. وهناك عدد من امثله الكلمات المحفوظه التي تعني شيء معين ولا يمكن ايه تغييره. تعالى في جدول اهو قدام حضراتكم، الجدول ده فيه العمود الاول الكلمه اللي انا حجزتها في لغه باسكال، والعمود التاني معنى الكلمه اللي مش هقدر اغيره، تمام. يبقى العمود الاول فيه الكلمات اللي انا حجزتها لغه الباسكال، والعمود التاني المعنى اللي انا مش هقدر ايه اغيره او يقدر يغير من مستخدم لاخر. كل المستخدمين عارفين معاني هذه الكلمات. فكلمة ان دي معناها و، كيس معناها حالة، يبقى كلمة اند معناها و، كيس معناها حالة، كونستانت معناها ثابت. كونستانت يعني لما اكتب كلمة كونستانت سي او ان اس تي معناها ثابت، يبقى انا بستخدم كلمة ثابت معين. الاس اي ال اس اي غير هذا، يعني بتعني حاجة غير اللي احنا بنستخدمها. كلمة end، end معناها ايه؟ نهاية. end معناها ايه؟ نهاية، وما اقدرش استخدمها معنى تاني. ايه بعد كده؟ كلمة expression معناها تعبير. كلمة expression معناها ايه؟ تعبير. files معناها ملفات، وممكن فايل معناها ملف، يبقى كلمة فايل معناها ملفات ولا اقدر استخدم بمعنى اخر. function معناها الدالة، function معناها ايه؟ الدالة، تمام. جوتو معناها اذهب الى، ان معناها في، نوت معناها لا، دو افعل. يبقى بعض الكلمات المحجوزه اللي ليها معنى واحد زي كلمه اند و، اس حاله، كونست كونست يعني ثابت، الاس غير هذا، ان يعني نهايه، اكسبريشن يعني تعبير، فايلز يعني ملفات، function يعني دالة، go to اذهب إلى، in في، not لا، do افعل. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.